قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن قوله تعالى من ربهم الهدى يفيدنا بأن الهدى ممن؟ من الله. ولذا أمرنا في كل ركعة أن نسأله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأمل مطلع سورة الفاتحة تجد فيها ذكر الربوبية، الحمد لله رب العالمين. ولذا هذه السورة وهي سورة الفاتحة يستدل بها على وجود الأنبياء وعلى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ما هو هذا الهدى؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو القرآن، يشمل هذا وهذا. فإذا قارنت بين هذه الآية والتي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فقوله اهدنا الصراط المستقيم من دلالة اللزوم أنك لا تصل إلى هداية الصراط المستقيم إلا بماذا؟ إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا بإنزال الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم إن في هاتين الآيتين، في آية الفاتحة وفي آية النجم، رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، لو كان يخلق فعل نفسه وأن هدايته بيده لما قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال من ربهم وليس من أنفسهم. ولو كان كما يقولون لما أمرنا أن ندعو الله عز وجل في آية الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم، فدل على أن من عوفي من هذين الدائين فإنه المهتدي وأنه المنعم عليه وأنه على الصراط المستقيم. ولذا قال بعدها أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. والمتأمل يجد من الفوائد في هذه الآية ما لا يحصى. ولذا قال الهدى ولم يبين ما هو هذا الهدى لكي يعلق العبد قلبه بربه عز وجل. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام حتى في هدايته للطريق يسأل الله عز وجل، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فليست الهداية فقط في أمور الدين، ولا شك أنها هي أعظم الهداية، لكنك بحاجة إلى هداية الله عز وجل. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وقال أذكر بهدايتك هداية الطريق وبالسداد سدادك للرمي. وفي هذه الآية إقامة الحجة على هؤلاء الكفار، فهم لم يتركوا هكذا، بل أرسل الله عز وجل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتب. ولو قال قائل إن العبد مهتد فكيف يسأل الهداية، فيجاب عن هذا أن بعض العلماء قال المراد الثبات على هذه الهداية، ولكن الصحيح أن المراد من ذلك أن يسأل العبد ربه عز وجل الهداية في كل شيء من أحيانه، فما يعلمه أقل مما يجهله، فجهله أكثر مما يعلمه، فهو بحاجة ضرورية إلى هداية الله عز وجل.